أما اللي يستخدم اسم الحشد حتى يضغط على فلان وفلان هذا يخسى من شاربه. هذا شو ما سامعين هذا؟ هذا القانون قبل أبو اليد. وبعدين أنت يا اللي يضغط عليك تشتغل له يعني تنفذ له. المناشدة الثانية من علاء محمد. علاء يقول السلام عليكم، أرجو إيصال الموضوع أستاذ نجم، نأمل به خيرا أستاذ نجم. الموضوع ظلم، احنا تهجرنا من بيتنا بالقوة، نحن نسكن فيه وليس لنا مكان غيره، وأنا دكتور جامعي، تنافسني امرأة على بيتي وتدعي أنه لها ولأن لديها طالة في بلدية تكريت، الكل منصاع لها ويتم توقيف أي إجراء في صالحي، وغلبهم يعلمون أن الحق معي، والله الموضوع لا يتحمل أكثر، لقد اعطوني مهلة 15 يوم ولا سيتم إخراجي بالقوة. أستاذ نجم أنا أخوك العراق المظلوم، أرجو منك عرض مناشدتي وإيصال صوت الإعلام الإنصافي. ذهبت للوزير وكتب إلى بلدية تكريت وتم التنويم على الكتاب بشأن لاحق ومن يقطن في البيت، والآن الكتاب لا أعلم. انطوني يا العلاء. علاء شونك؟ وعليكم السلام، حياك الله أستاذ نجم، تحية لك ولقناتك الكريمة المميزة وإلى صوتك وصوت الحق. أنت دكتور بيا جامعة؟ جامعة تكريت. أنت تقول عندي بيت، البيت ملكك ملك الجامعة، شنو هذا البيت المن؟ الحقيقة أستاذ هو لا للجامعة لا مو للجامعة، يعني بال 2010 توجد أراضي في تكريت، يعني طبعا الأراضي تابعة للبلدية في حينها. أي. والبلدية يعني هي من ساعدتنا على أنه نتجاوز عليها ونبعد بيها في حينها، يعني بال 2010 إحنا بعدنا كنا أنا أصلا ما داخل، يعني هي هو تجاوز قطعة فارغة أنت بنيت عليها. نعم. واقع حال بنيتها بفلوسك. نعم حال. نعم بنيتها بفلوسي، حالي حال يمكن آلاف. أكو آخرين نفس الحالة يمك؟ نعم نفس الشاكلة، جيراني يميني ويساري ونفس الشاكلة كثيرين. زين شنو منو هاي منو هاي المره اللي تقول اطلع من بيتي وطلعتك من بيتك؟ والله استاذ احنا بقينا قاعدين وبالبيت ومستمرين لحد ما دخل داعش المدينه عام 2014. زين طلعنا من عنده تهجرنا وبغداد وطلعت الحال عام صار التحرير عام 2015 وبدايه 16 رجعنا للبيت الحمد لله بإصابة اضرار طبعا وان كان مشتمل بسيط. ماشي هسه احكي لي القصه مالت المره، احكي لي قصة هاي المرة شنو؟ قصة المرة، عام 2018 أنا قدمت على البيت لشراء القطعة من البلديات العامة وفق قرار 25 بيع وإيجار أموال الدولة. ورد الكتاب للبلدية وروجت معاملتي أصولياً، ويعني تعرف بيها مناشدات ومخاطبات وصح صدور الكتب كلها عن طريق قدمت إلى وزارة الإسكان لو البلديات؟ البلديات أنطاك موافق البلديات. الوزير أعطاني موافقة الوزير، نعم موافقة قانون 25 أو كان 21 المعدل 25 بيع وإيجار أموال الدولة. زين وروجت معاملتي على حسب الأصول وكملت يعني إجراءات، طبعا بلدية سكيورتي تتحمل كل ما أكمل الإجراءات قبل محضر التسجيل يضيعونها ويجزوني على مخاطبات أخرى. أي اختصر لي اختصر لي دكتور اختصر لي الوقت. نعم مهم تمام استاذ. المهم يعني وصلت الحال ال 21 بعد ما تمت المعامله وصلت المحضر التقدير وقفوها البلديه. قلت ليش ما وقفتوها؟ قالوا اجي عليها طالب ثاني. الطالب الثاني من امراه مو بعيده عنا طبعا ساكنه بنفس المنطقه ما كنت اعرفها سابقا حقيقه. المهم وقفوا هذه، اشتكيت بمديريه البلديات العامه، طلعت لجنه، اللجنه اللي طلعت ما انصفوني طبعا ما انصفوني طلعت حتى تقدر لك القاع. عفوا استاذ لا طلعت بناء على الشكوى اللي قدمتها انا اعتراضا على طلب الثاني للمراه وعلى ايقاف معاملتي ترويج معاملتي. فطلعت اللجنه ما انصفتني واعطتني الحق لي. ايش يعني قالت اللجنه؟ مضلله حقيقه. ايش قالت اللجنه؟ اللجنه تقول ازاله التجاوز وترويج المعامله الثانيه للمواطنه الثانيه، يعني بحجه انه لم تراجع في مده 90 يوم. طبعا هذا الكلام ما موجود ما له حق صحه، هذا الكلام ظللهم بمدير املاك البلديه السابق اللي هو حاليا بالسجن وابتهم 59 دعوه عليه قضائيه. شو اسمه؟ على اثنين منهم اسمه احمد مظهر عواد. زين هاي يا سنه احمد مظهر عواد وخالد
هذا الكلام 2021-22. يعني اللجنة قالت يزال التجاوز والمرأة تقدم نعم. معاملة لغرض الحصول على القطعة. نعم. هاي اللجنة نعم. تقول لغرض الحصول على القطعة. نعم اللجنة تقول. وطبعا هم جم زيارة للبيت ويجدوني أنا وعائلتي وحتى كاتبين بالتوصيات زيارة ميدانية للبيت وجدنا شخص فلان من فلان اللي هو أنا. زين وراها صار بالبيت وكذا. وراها أنا ظلمت على هذا الموضوع, ظلمت على هاي اللجنة عند معالي الوزير. معالي الوزير وجه كتاب إلى مدير الإدارة العامة بمتابعة الموضوع من قبلكم. زين مديرية البلدية العامة وجهت كتاب إلى مديرية بلدية تكريت بالاستفسار من ثلاث نقاط. هل أن المواطن إعلاه راجع في مدة 90 يوم؟ ثانيا الكشف فني مشترك منهم متجاوزين هي تروح البلديات العامة تدعي لكم أنا قاعد وقضائية كذا كذا, في حين أنه أنا عندي استمارة, عندي مختار أيضا, عندي تأييد السكن. شو توصلوا بعدين؟ الكتاب اللي اجى من البلدية العامة بعد الشكوى اللي ظلمت فيها نعت معالي الوزير بعدها بالبلدية اساسا ما بعد ما حققوا بي يوم 4/5/23 ورد الكتاب الى الان. الكتاب لحد الان الى الان ما انت قاعد ببيتك؟ نعم قاعد ببيتي. قاعد ببيتك لحد الان وانت استاذ جامعي؟ ايش قد صار لك استاذ جامعي؟ نعم قاعد ببيت يعني صار لي من 2019. زين هاي المرة ليش هيك مهتمين, ليش مهتمين بيها؟ والله يا استاذ مو انا ما اقدر اتكلم يمكن على الهواء وامام جنابك والاعلام اقول شنو السبب اللي يخليهم يهتمون بيها. اي لكن انت تعرف يعني على فد يوم كان كم المحافظ على هذا الموضوع. اي كانت محافظ صلاح الدين واجا مدير البلدية اشتكيت عليه, اجا مدير البلدية قال لي ليش شنو السبب اللي يخليها الشكل المرة هالشكل انتم مهتمين بيها وكذا وكذا. لان مدير البلدية كل ما اروح عليه اقول له ليش يا مدير البلدية تروج معاملتها, يقول لي ضغط علينا المحافظة. مدير الاملاك في حينها اقول له ليش انتم مهتمين بيها, يقول لي ضغطين علي المحافظة ومرجع ببغداد. ابو القانون يا مدير القانونية اقول له ليش انت تروجونها معاملة وتعرفون معاملة شنو السبب؟ يقول الظلم. قال اذا هي ما خلت حشدي وما خلت استخباراتنا جابت علينا شنو نسوي احنا ولدنا نشوف الحق وياك. هذا كلام مدير القانوني. خلي 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 خليهم كلهم يسمعون. ابو بلدية تكريت ترى انا هواي سولفت وياكم وهواي اكو شغلات انتو خلوه وياي الاخ لا تقطعوا اتصال. هواي انتو اتجاوزتوا على حقوق المواطنين او انت سكما بكبا لا يفقهون ابد لا ترد وما ترد, هذا واحد. اما انه انت تقول الحشد وغير الحشد ها وتستخدمون ورقة الحشد للضغط على الناس, انا اقول لك بمكان الحشد. الحشد وظائفه الاساسية قاتل وقاتل وشريف من اجل حقوق العراقيين. اما اللي يستخدم اسم الحشد حتى يضغط على فلان وفلان هذا يخسه من شاربه. الحشد جاري رد الحقوق مو لهضم الحقوق. تسمع وبلدية التكريت لا وانت المرأة ايضا اذا تقولين واحد بظهري من الحشد هذا اذا كان يشتغل على اخذ حق الناس هذا مو بالحشد, هذا ارهابي. لانه هيك تعودنا داعش والقادة تاخذ حقوق الناس, اما الحشد يعيد حقوق الناس. اما بعدين تعال اقول لك يا ابو بلدية تكريت تروج معاملتها مضغوط عليك, منو هذا, منو هذا اللي ضغط عليك؟ ما انت تشوف قطعة والرجل مقدم بشكل اصولي او مبني عليها او قاعد بيها بيا قانون انت تجي تفلش حتى المرأة تقدم عليها؟ هذا شو ما سامعين هذا القانون قبل ابو اليد؟ وبعدين انت يا اللي يضغط عليك تشتغل له يعني تتفذ له؟ ايش قد انضغط عليك خلال هاي السنين؟ الكم التقوى الله خافوا الله يا سيد وزير البلديات والاشغال العامة, هاي القضية انت ما قصرت بيها. لكن اذا بلدية تكريت بهذا الشكل وانت الان تسمع ودي علي اقول له قل له حبيب يا الضغط عليك ويا هيئة الحشد يا قيادة الحشد الشابي المحترمين شوفونا منو هذا اللي يدعي بالحشد الشابي يعاون مواطن على حقوق مواطن اخر؟ ها منو هذا؟ ما ذاك اليوم احنا اشتكينا على هذا اللي اخذ مقاتل شريف بالحشد الشابي اللي مدير التطرف الفكري لانه نظر على سيارته. ثاني يوم امن الحشد اخذوه ذبوه, وهذا ايضا امن الحشد
يجب أن يعرف هذا منه اللي يشتغل الهاي واللي يشتغل الذيج. تسمع محافظ صلاح الدين سيد وزير الأشغال والبلديات، أنا راح أدز لك هذا، وأنت يا أبو بلدية تكريت مطالب رغما عنك بالإجابة عن هذا الموضوع، لأنه هاي حقوق ناس.